نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك يا ربنا ما استطعنا. نعوذ بك يا ربنا من شر ما صنعنا، ونبوء لك يا ربنا بنعمك علينا، ونبوء لك يا ربنا بذنوبنا، فاغفر لنا يا ربنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، لا تطيب الحياة الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحانه وتعالى. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجنا الله عز وجل به من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة وعدالة الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وسلم تسليما كثيرا يا ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي، في لقاء السبت في بيت من بيوت الله عز وجل. وفي الحقيقة يعني في مثل هذه اللقاءات لتتنزل السكينة على الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. كلمة السكينة من السكن، الهدوء والاطمئنان، انشراح الصدر، اطمئنان القلب، يكون بمثل هذه اللقاءات الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة محمد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم يعني إصلاح البال وإصلاح الخاطر وإصلاح الفكر، وإنك أنت تكون يعني هادئ في فكرك ومنشرح في صدرك ومطمئن في قلبك، هذا يكون بمثل هذه اللقاءات الإيمانية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. تحفهم الملائكة، وهذا يعني الأمر محمول على الحقيقة وليس على المجاز، بمعنى أن الملائكة تحف الجالسين في بيت الله سبحانه وتعالى للذكر أو لقراءة القرآن أو لطلب العلم، تحفهم بأجنحتها. ويعني ده في الحقيقة تشريف وتكريم لأمثال هؤلاء، لأن سبحان الله يعني الإنسان جهد نفسه وجاء إلى بيت الله سبحانه وتعالى وجلس ليسمع درس من دروس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني في بداية هذا اللقاء يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ألا يدع لأحد منا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسره بفضله سبحانه وتعالى، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، كما نسأل سبحانه أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحدثنا في جمعة الأمس أو خطبة الأمس عن موضوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تؤمنوا حتى تحبوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علق كمال الإيمان أو من ضمن يعني الأمور التي يكتمل بها إيمان الإنسان أن تسود المحبة بينه وبين إخوانه، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. طبعا هو الحديث كاملا، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا،
أولا أدلكم على شيء إن إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم تحابوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب محبته، الله سبحانه وتعالى يحب يعني هؤلاء الناس، وجبت محبتي، يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن المحبة يعني وجبت من الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة من الناس. من هم الذين يحبون بعضهم بعضا في الله؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، والمتجالسين فيا يعني الذين يجلسون في الله سبحانه وتعالى، يعني أمثال هذه الجلسات الإيمانية، يعني جلسنا في بيت الله سبحانه وتعالى على غير أرحام بيننا ولا أنساب ولا أموال نتعاطاها، وإنما جلسنا نتحدث في 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 درس من دروس العلم. فيعني هذا من ضمن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، يعني الذين يزورون بعضهم بعضا في الله، يعني زيارة أخ لأخيه، زيارة صديق لصديقه، زيارة واحد من لأقاربه وأرحامه، وهكذا. والمتزاورين فيا، وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا، يعني الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم أن المحبة يعني لها مكانة كبيرة في شريعتنا الإسلامية. يعني طبعا موضوع المحبة ده يعني تعدى موضوع الإخاء، ممكن الإنسان يكون أخوك في الله سبحانه وتعالى، ولكن موضوع المحبة لم يصل الأمر إلى إيه، إلى مستوى المحبة، لأن فيها طبعا هي درجات. ومعروف طبعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ضمن الأمور التي ركز عليها في بداية الإسلام وبعد الهجرة للمدينة موضوع الإخاء، وأن يكون هناك اعتصام بين المؤمنين مع بعضهم البعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فكسب المحبة أو أن تكسب قلوب الناس وأن تكون يعني مألوفا للناس وأن يحبك الناس وأن تكون صاحب شخصية جذابة وشخصية محبوبة بين الناس، هذا الأمر له طرقه وله وسائل. في ناس سبحان الله بالفطرة، في ناس يعني محبوبة بالفطرة، يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى القبول، وهو القبول في الأول وفي الآخر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب فلان فإن الله عز وجل ينادي جبريل عليه السلام يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يعني في الملائكة يا أهل السماء يا ملائكة الله إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء يعني الملائكة تحبه، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، يعني في الناس يعني يقول فيحبه أهل الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع له المحبة في قلوب الخلق. سبحان الله، يعني في ناس كده يعني الله سبحانه وتعالى وضع لها المحبة في قلوب الناس، زي سيدنا يعني طبعا سيدنا موسى الأنبياء عامة، بس احنا يعني سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليه على عين، ألقى الله سبحانه وتعالى عليه المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتجد لهم محبة وود كده في قلوب ليه، في قلوب الناس. وعلى النقيض يعني على الطرف الآخر، لو أن الله سبحانه وتعالى كره فلان أو أبغض إنسان فإن الله سبحانه وتعالى ينادى على جبريل يا جبريل أنه يبغض فلانا، فسيدنا جبريل عليه السلام يبغضه وينادي جبريل عليه السلام في الملائكة إن الله عز وجل يبغض فلانا فيبغضوه، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل الأرض إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل الأرض، فتوضع له البغضاء في قلوب الخلق. ففي نوعية من الناس سبحان الله يعني رؤيتها لا تسرك ولا تريحك هكذا، ونوعية أخرى سبحان الله يعني إنسان حينما تتحدث معه كأنك تعرفه منذ سنوات ومنذ أعوام.
فالأرواح جنود إيه؟ مجندة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام البخاري: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها إيه؟ وما تناكر منها اختلف. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة يعني كذب قلوب الناس من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن الإنسان يكون على إلمام بها، ويكون هذا الأمر له نصيب من تفكيره وتخطيطه، لأن الموضوع كما قلنا مهم من حتى من الناحية الإيمانية، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. من الممكن أن يكون الإنسان مسلما وإيمانه فيه نقص، كما يعني ممكن أن تبدأ أشهد ولا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طالما قالها الإنسان موقنا به خلاص أصبح مسلم. وإنما الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن إيه؟ ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا نعم، إنما آمنا ديت لسه يعني. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فالإيمان كما نعلم يزيد وينقص، يزداد إيمانا إلى إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فعلى حسب يعني على حسب علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وعلى حسب علاقة الإنسان ببيت الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب علاقة الإنسان بالبذل والتضحية بيكون مستوى، وعلى حسب علاقة الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى فبيكون إيمان. يعني إذن الخلاصة أن الإيمان من ضمن كماله ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تؤمنوا حتى إيه؟ حتى تحب. طبعا نحن ركزنا في 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 خطبة الأمس على مجموعة من الأمور، وطبعا باعتبار عامل الوقت يعني قصير في الخطبة، ف يعني نزيد الأمور إيضاحا. قلنا بأن من أولى هذه الأمور يعني البشاشة في قلوب الناس، أو البشاشة في وجوه الناس، أولا أن تكون هاشا باشا أو الابتسامة يعني، وفي نفس الوقت لأن الابتسامة هي أول شيء يعني تقابل به مع الناس، وبعد ذلك بتكون المصافحة، وبعد ذلك بيكون له الكلام. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعني أنتم حينما تدخلون علينا فنحن الإنسان يعرف من وجهه ومن ملابسه، لكن إذا تكلم يظهر من كلامه. يعني ممكن والإنسان يكون سبحان الله يعني لابس ملابس أنيقة، ولا حتى واحد يكون لابس ملابس يعني المشايخ والفقهاء والعلماء، ولكن إذا تكلم يتبين من كلامه أنه جاهل، لا علاقة له لا بحسن الأدب ولا بحسن الأخلاق ولا بأمور العلم ولا بأمور الدين ولا بأي شيء. فالمهم في البداية يعني أول شيء يخبر الناس عنك هو ابتسامته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ابتسامة الإنسان في وجوه الناس صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ بوجه طلق، يعني وجه فيه طلاقة، فيه ابتسامة، فيه بشر، فيه سرور. يعني هذا الأمر يعني أمر مهم في علاقة الناس مع بعضهم البعض. وقلت بأن هذا يعد من 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 مزايا الإسلام ومن روائع الحضارة الإسلامية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جعل تعبيرات الوجه من ضمن الأمور التي يسيب الله سبحانه وتعالى عليها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. وفي نفس الوقت يقول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يعني أنت حتى لما تكون أنت يعني صاحب ابتسامة، ابتسامة صادقة، مش في طبعا أنتم تعلمون أن هناك فرق بين الابتسامة الصادقة النابعة من القلب، وهذه بتعرف على وجه الإنسان، والابتسامة الصفراء اللي هي الإنسان يكون في قلبه شيء من 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 من, من الكره للإنسان ويحاول أن هو يظهر الابتسامة على وجهه، ولكن هذه لا تخفى على إنسان عنده إلمام قليل ببعض الأمور النفسية، يعرف أن هذا الإنسان بيبتسم ابتسامة من القلب ولا بيبتسم ابتسامة كده إيه هكذا ابتسامة يعني كما قلنا نطلق عليه ابتسامة صفراء، يعني فيها نوع من الإيه نوع من 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 عدم الأريحية. ويقول سيدنا عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ما رأيت أحد
ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني حسن الكلام، يعني انتقاء الكلام. وأنا ضربت لذلك مثال، قلت سبحان الله، الإنسان يحاول بقدر الإمكان أنه ينتقي ملابسه ويلبس أفضل، بيحاول بقدر الإمكان يعني يلبس أفضل الماركات وينتقي الأكل الذي يأكله، يذهب وربما يذهب حتى إلى أكثر من ماركاته ويذهب إلى أكثر من سوبر ماركت حتى ينتقي من هنا شيء ومن هنا شيء ومن هنا شيء. هذا يسمى بالانتقاء والاختيار. فأيضا لابد وأن ينتقي كلامه وألفاظه التي يتعامل بها مع الناس. في ألفاظ طبعا معروف طبعا في اللغة العربية أن اللغة تحملت أوجه، بمعنى أن أنت ممكن تقول كلام والآخر يفهمه وأنت لا تقصد هذا الإيه، وأنت لا تقصد هذا المعنى. وكثيرا ما حدثت بعض المناوشات والخصومات بين الناس مع بعضهم البعض بسبب الإيه، بسبب إنه يقول لك لا والله أنا لم أقصد، أنا ما قصدت هذا الإيه، هذا الشيء. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا في سورة البقرة، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني كان الله سبحانه وتعالى جعل حتى القول الحسن مع الأركان الأساسية في الدين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لم يقل الله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقولوا قولا حسنا، الأحسن يقول لك هذا جميل وهذا أجمل، هذا حسن وهذا أحسن، صيغ المبالغة. يعني أحسن الكلام وأطيب الكلام، يبقى معنى ذلك أن الإنسان كما قلنا مأمور بأنه إيه؟ يختار الألفاظ التي يتلفظ بها مع الناس والكلام الذي يتكلم به مع إيه؟ مع الناس. وإذا كان هناك موقف من المواقف مثلا أنت يعني ستتحدث فيه، يعني ربما يكون في بعض الأمور يعني لابد أن يكون لها إعداد مسبق مثلا، فلابد أنك أنت تجلس مع نفسك وقت قليل هكذا وشوف أنت هتقول إيه للآخر أو حينما تتحدث معه. لكن طبعا حينما تكون مع صديقك ومع أخيك برضو لابد أنك أنت إيه، يعني الكلام الجميل والكلام إيه الطيب، لأن حتى الكلمة الطيبة إيه صدقة. يعني ألم يقل صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، يعني أنا يعني الآخرون اللي هم غير المسلمين يعني لو يعلمون هذه الأمور أن الإسلام جعل الابتسامة، ابتسامتك في وجوههم صدقة، فقلنا أن هذا يعد من روائع الحضارة الإسلامية. ما هي الحضارة الإسلامية؟ في حضارة مادية وفي حضارة معنوية. حضارة مادية اللي هي مثلا الآثار التي نجدها في كل مكان، زي الآثار التي تركها المسلمون في أسبانيا والبرتغال في الأندلس، الآثار التي تركها المسلمون في الحمد لله رب العالمين في كل دولة إسلامية تجد آثار مساجد ما شاء الله عتيقة، القرويين والقيروان والأزهر وكذا وكذا، إضافة إلى بغداد، إضافة إلى كذا، إضافة طبعا إلى دول جنوب يعني شرق آسيا، وهذه الدول يعني فيها حضارة إسلامية مادية موجودة، إضافة إلى الآثار الموجودة في تركيا. إن دي آثار عمرانية وآثار مادية، إنما الحضارة الإسلامية في أساسها يعني حضارة فكرية. فمن روائعها أن الإسلام جعل الابتسامة صدقة من الصدقات، وجعل الكلام الطيب، الكلام الجميل صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم. شوف الكلمة، كلمة من الممكن أن ترفع الإنسان إلى الفردوس الأعلى، وفي نفس الوقت من الممكن أن تخفض الإنسان إلى قاع جهنم. إن الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وأن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها إيه؟
يهوي بها في جهنم. وطبعا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الأمر الثالث وده أيضا من الأمور المهمة عملية التواضع. تواضع أن تتعامل مع الناس من منطلق الأخوة الصادقة. الأخوة الصادقة بيترتب عليه التواضع مع ليه؟ مع الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما دخل عليه رجل فأصابته رعدة، يعني الرجل خاف يعني دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الصحابة أنفسهم الصحابة رضي الله عز وجل كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعظيم والتوقير، يعني كما ورد عن عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يدخل في الإسلام لما بعثته قريش لكي يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لأنه كان عروة بن مسعود يعني كان فيما يسمى يعني بأحد السفراء الدبلوماسيين الذين تبعثهم قريش حينما يكون هناك تفاوض مثلا بينهم وبين الرسول، بينهم وبين أي، لأن طبعا حتى برضو كان فيه يعني أمور دبلوماسية بين قريش وبين القياصرة والأكاسرة إلى آخر هذه الأمور. فعروة بن مسعود ده كان رجل دبلوماسي، فلما بعثته قريش هو دخل في الإسلام من بعد، لكن في هذا الوقت لم يكن قد دخل في الإسلام عشان يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دخول مكة. فلما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع إلى قريش مرة أخرى، طبعا جلس لكي يتفاوض ثم عاد، فطبعا قريش يعني تريد أنه يعطيها تقرير عما حدث من لقاء بينه وبرسول، زي السفرات، السفرات الآن لابد أنها تعمل تقارير بصفة دورية تبعثه إلى وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية في كل دولة ترفعه إلى الحكومة وهكذا. فكرش إن السفارات موضوع أوراق وخلاص، لا، يعني خلصت بسبور وجواز سفر وتخلص كذا كذا، ديت أمور إدارية، لكن في أمور أخرى، في أمور أمنية وفي أمور مخابراتية وفي أمور ثقافية وفي أمور عسكرية وفي أمور سياسية إلى آخره، ولازم التقارير يعني تكون أولا بأول. فالمهم أن قريش تريد أنها تأخذ تقرير من عروة بن مسعود، فقال لهم الخلاصة: لقد وردت على القياصرة والأكاسرة. القياصرة جمع لكلمة إيه؟ قيصر، وهو حاكم الروم، يعني الروم اللي هم الأوروبيين، وما يعني طبعا الدولة البيزنطية والمش عارف إيه كانت موجودة يعني برضو على عهد رسول الله، وحتى في القرآن كان الله سبحانه يقول: ألف لام ميم غلبت الإيه؟ غلبت الروم. قد وردت على القياصرة والأكاسرة. الأكاسرة جمع لإيه؟ لكسرى، لما فارس إيران وما حولها منطقة ليه يعني. فما وجدت ملكا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. يعني أنا شفت يمين وشمال وذهبت إلى كذا وذهبت إلى كذا، ولكن ما وجدت أحد يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. شوف التعظيم، يعني التعظيم والتوقير: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم يعني جلس يذكر بعض الحكايات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني إذا تكلم أحد خفض صوته، وإذا يعني إذا نظر لا يحد النظر تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا توضأ رسول الله اقتتلوا على وضوئه بفتح الواو اللي هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، يعني حتى يعني يصيبهم بعض من الماء الذي أصابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تنخم نخامة يعني لا تقع الأرض وإنما تقع في يد أحدهم فيدلك بها وجهه ويده. سبحان الله، يعني حديث في صحيح الإمام مسلم. فبيقول لهم لا، ده يعني موضوع انكم تحاربوا محمد في العاجل او في الاجل ده حرب خاسره، ده ناس مؤمنين بالرسول ومؤمنين بالفكره ومؤمنين بالدين، العمليه مش عمليه ان هم يعني لا ده. ولذلك اسلم سيدنا عروه بن مسعود رضي الله عنه من بعد. فالاعرابي لما جه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا شايف بقى
التعظيم والتوقير، فأصابته رعدة خوف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش، يعني لا تخف لا تقلق، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هو يطأ، وهي طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأساس هكذا، وفي نفس الوقت يريد أنه يهدئ من روعه ويطمئنه، فبيقول له لا تقلق أو لا تخف، فإني لست بملك وإنما أنا ابن امرأة من إيه من قريش. يعني سبحان الله، تخيل مكسل أنت فرضا يعني وصلت إلى أي مستوى من المستويات، وبعدين واحد ده دخل عليك وهو يعني قلق وخطعيف، يعني دايما احنا عندنا في بلدان العربية لما تدخل على واحد مسؤول بقى يعني مشكلة عشان تدخل على واحد مسؤول، إن أنا عشان يقول لك مثلا هون عليك ولا ما لا تخف ولا تقلق، ده أنا ابن رجل فلاح، أنا ابن رجل كذا، ابن رجل كذا، لا أقول لك أنت ده أنت أساسا لما بتقابل عسكري في مصر ولا في المغرب ولا في أي مكان يقول لك أنت ما تعرفش أنا مين، صح ولا لا؟ أنت مين يعني؟ يعني أول شيء يقوله لك يعني كأنه هو يعني صاحب سلطة، هو يريد أن هو يعني يعمل لك حرب نفسية في البداية، أنت ما تعرفش أنا مين، فأنت سبحان الله تتراجع وراء، تخاف يكون وزير ولا يكون أي شيء أنت ما تعرفش، وفي الآخر سبحان الله تلاقيه مثلا غفير ولا بتاع يعني حاجة كده لسه في. فلا، عملية التواضع دي عملية مهمة ومطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. إنسان الهين اللين والسهل ده الله سبحانه وتعالى يحرمه على النار. طبعا معروف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، وأنا كان ذكرته في الخطبة بالأمس، حذر أن يتطرق إلى قلب الإنسان شيء من الكبر أو شيء من الاحتقار للآخرين، لأن خلاص طالما تطرق إليه شيء من الكبر يبقى أصبح عنده صفة شيطانية، لأن الشيطان يعني في البداية قال: أنا خير منه، أنا خير منه، يعني أنت تنظر لا إلى أي إنسان تقول لا أنا خير من هذا، حتى ولو لم تقولها بلسانك، يعني حتى ممكن يراودك الأمر في إيه؟ في فكرك، في قلبك، لا أنا خير منه، أنا خير منه في كذا، أنا خير منه في كذا، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. طب هل من الكبر إن هو الإنسان يكون ملابسه حسنة ونعله حسن؟ لأنه طبعا الصحابة بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ملبسه حسن نعله حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب ليه الجمال، الكبر بطر الحق وغمط ليه الناس. بطر الحق يعني إنكار الحق، ألا تزعل الحق، يعني ممكن تكون مثلا في أمر بينك وبين واحد من الناس وأنت تعلم أن الحق معه ومع ذلك أنت تنكره، ممكن يكون في رأي فكري، في رأي سياسي، في أمور مالية، في أمور كذا، في أمور كذا، ده اسمه بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار ليه؟ احتقار الناس. طبعا الأمر الذي يلي، احنا طبعا قلنا من ضمن الأمور اللي تجعل الإنسان يعني محبوب عند الناس، احنا قلنا عملية الابتسامة، وبعد الابتسامة بيأتي الكلام بطبيعة الحال، ثم التواضع في التعامل، وبيلي ذلك عملية الحلم. حلم، هناك فرق بين الحلم والحلم. الحلم اللي هو أن الإنسان يكون يعني متمالك لأعصابه في فترات الغضب، إنما الحلم هو الشيء الذي يحلم به الإنسان في الإيه؟ في المنام. يبقى الحلم بكسر حرف الحاء ده اللي هو كما قلنا ده صفة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني حث الإنسان عليها، يعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يعني: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم لكما قلنا اللي هو يعني الإنسان يتمالك أعصابه، هو منطلقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني إنما الشديد الذي يتمالك نفسه عند الإيه؟ عند الغضب. ولاحظ هذا من نفسك، لو أنت إنسان بتتمالك نفسك عند الغضب
فأنت إنسان حليم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والحلم ده يعني من أهم الصفات التي ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه عليه. يدرب شوفي لأن تحتاج فعلا إلى تدريب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني الحلم بالتحلم يعني الإنسان مرة يدرب نفسه. مثلا إيه ما ممكن تكون الإنسان في بعض الناس عندها تهور ولا تستطيع أنها تتمالك نفسها في لحظات الغضب، وده بيندر على كثير من المواقف. ربما مثلا حدثت يعني مثلا مشادة بينه وبين زوجته فقال لا أنت طالق، أوقع نفسه في مشكلة وأوقع نفسه في حرب. حدثت بينه وبين واحد من إخوة، ممكن يكون أخوه يعني أخوه في 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 من أبيه وأمه، أخوه في النسب يعني، ومع ذلك ربما حدثت بينهما بعض الخلافات المالية، فيقول لك طب والله أنا لن أكلمه ولن أذهب إليه. أصبح قاطع إيه؟ قاطع رحمه، وأصبح ملعون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى إيه؟ وأعمى أبصره. فموضوع الحلم الإنسان يحاول بقدر الإمكان يتمالك أعصابه ويقضم غيظه، ده محتاج إلى تدريب وتمرين. يعني مرة مثلا يعني حدثت بينك وبين حد من أصدقائك مثلا نوع من المشادة ولا الخصومة، حاول بقدر إمكانك أنت تتمالك أعصابك، تبتسم، ومن الممكن أنك أنت تترك الموقف، وبعد ذلك إيه حينما تهدأ تتحدث معه. ممكن مثلا مع زوجتك يعني بدل منك أنت يحدث بينكما خصومة ومشادة داخل البيت وأمام الأولاد وهكذا، من الممكن أنك أنت تترك البيت قليلا وتذهب مثلا إلى المقهى، ولا تذهب إلى أحد من أصحابك، ولا تذهب إلى الحديقة تجلس فيها قليلا، ثم بعد ذلك حينما يهدأ الأمر إيه تعود وهكذا. هذا الأمر يحتاج إلى ضربة ومران. في بعض الناس يعني رزقهم الله سبحانه وتعالى الحلم، هو يعني حليم بطبعه، وفي بعض الناس ما عندوش هو هذه الصفة، عنده التهور. يعني ما من الممكن أن تفلت من لسانه كلمة، ده في بعض الناس ربما يصل الأمر به لأنه إيه يضرب بيده. أنت عارف سبحان الله، يعني هنقول يعني اضرب لك مثال تعرف به الفرق بين يعني يعني لان الناس معادي. شوف مثلا حينما تحدث حادثه سير في دولنا العربيه، مثلا احنا عندنا في مصر على سبيل المثال، مثلا تجد مثلا اي قائد سياره تجده يعني عنده عصا طويله هكذا، ربما تكون من الخشب وربما تكون من الحديد، دايما في السياره من الخلف. اول ما يحدث شيء يجي جايب هذه على سياره الاخر، وربما عليه هو. لا ادري هل هذا الشيء موجود في المغرب ولا لا، اذا لم تكن عنده على مباشره ايه يا عم في ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. طب تعالى هنا مثلا، ممكن تحدث يعني حادثه وتكون كبيره، وهذا الطرف ينزل ويسلم على الطرف الآخر خلاص، وبعدين يأخذوا بعض الأوراق وبعض المعلومات من بعض وينتهي الأمر، مش هتعمل يعني سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. فالحلم ده من أهم الصفات التي ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه عليها، خاصة في تعامله مع الإيه حينما يكون، حتى حينما يكون الإنسان في، طبعا أي واحد بيعمل في العمل الجمعوي لابد أن يعني لازم يتصف بهذا الصفة، إن إحنا بطبيعة الحال يعني سبحان من يرضي العباد. يعني أنت ربما هذا يتكلم عليك، وربما هذا يتكلم عنك بعض السلبيات، ربما هذا يمدح فيك أمر من الأمور، ربما هذا يقدح، فلازم تتحمل إيه، لابد أن تتحمل الجميع، ما تقولش لا مثلا. ولذلك سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يكون في عون دائما الناس اللي هم
مثلا الذين تولون الإدارات في المساجد أو الإدارات في جمعيات خيرية، العمل الجمعوي عامة، أو الناس الذين يحتكون كثيرا بالإيه بالجمهور، يحتاج إلى إيه إلى 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 يحتاج من الإنسان أن يكون حليما. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيح، سيدنا أنس يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة. تخيل بقى الرسول مثلا لابس البرد، والأعرابي بيشد كده يجذبه من على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي فأثرت به حاشية الرداء، يعني من شدة الجذب أثرت الجذبة في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم في وجه ليه؟ في وجه الأعراب. أيضا نشوف مثلا موضوع الرفق. تخيل مثلا الأعرابي اللي هو دخل المسجد، مش مثلا لا يحسن الصلاة، لا، دبالة في المسجد. تخيل واحد كده يبول في المسجد أمام الصحابة، ومع ذلك الرسول يعني الصحابة طبعا يعني قاموا على هذا الأعرابي وكادوا أنهم يفتكوا به، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. يعني كان الرسول يقول لهم ما تخوفوش حتى لا يقطع بوله، حتى لا ينحبس عنه البول. فشوف حتى رحمة الرسول، تعرف الإنسان لما أنت تخوفه كده وبيقول منه ممكن يحبس بقوله فيحدث له إيه تعب ولا 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 مرض ولا شيء، خليه يخلص بقى يقضي حتى طالما هو بقى ولا تزرموه، وبعد الأمر سهل. ثم أهريقوا على بوله سجلا من إيه من ماء، أو زنوبا من إيه من ماء، شوية ماء يا عم كده وإيه وينتهي الأمر. المهم بيبقى فيه إيه، فيه رفق وفي لين. تعرف دلوقتي ممكن بعض الناس لو تفوهت امامه بكلمه يقول لك ده انت كافر. ليه يا عم؟ يقول لك اصل ما انا ما ربما مثلا يعني هو يحفظ حديث من حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان فرضا يعني فعل كذا فقد اشرك او فقد كفر، مثلا من حلف بغير الله فقد كفر، او مش عارف من حلف بغير فقد اشرك. ربما إنسان مثلا يعني إنسان مسكين ما عندهش دراية، يقول لك حلف بالمصحف مثلا، ممكن واحد تاني يكفر ولا يجعله مشرك أو حلف بك، لا يفهمه ويعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى قال يبول، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهره وإنما علمه. طبعا معروف طبعا قصة الشاب الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بيستأذنه في موضوع الزنا لآخره، والرسول صلى الله عليه وسلم برفقه وبحلمه يقول له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ أترضاه لكذا؟ حتى خرج الشاب هو يعني مقتنع تماما بأن هذا الأمر لابد وأن يبتعد عنه، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. إذن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديت من أهم الأمور. طبعا أريد بس أن أختم بموضوع المروءة. المروءة أيضا من ضمن الصفات التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها حينما يتعامل مع الناس. يبقى احنا تحدثت عن الابتسامة، حسن الكلام، الحل، التواضع، طبعا التواضع والحل والمروءة. المروءة في إنسان يقول لك لا ده إنسان عنده مروءة، إنسان شهم، إنسان حينما تقصده في أمر من الأمور لا يردك خائبا، إن هو اللي هو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم الايه القيامة. انت عارف إنسان مكروب وإنسان عنده مشكلة من المشاكل ويلجأ إليك، وهو يعلم أنك تستطيع أنك أنت تفرج عنه هذه الايه هذه الكربة، وأنت تعلم فعلا أنه صادق في 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 هذا الأمر، فهذا سبحان الله يعني من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، من أحب العبادات ومن أحب الأعمال الصالحة عند الله عز وجل.
أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل عليه على مسلم، أن تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه إيه جوعا. وحتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني ورأى بعضها هكذا، ليؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، اللي هو عملية أنك أنت بقدر إمكانك، إنسان يحتاج إليك في أمر من الأمور، يحتاج إلى شيء، فأنت تعاون في سبيل الله، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى يعينك ويقويك ويخلف عليك، سواء في عملية الوقت أو في عملية المال أو في أي أمر من الإيه من الأمور، طالما أن عندك النية الإيه النية الصدق، دي بتسمى بالإيه بالمروءة والشهامة، الإنسان شهم. حتى ده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام، قبل أن ينزل عليه جبريل بقول الله سبحانه وتعالى اقرأ، يعني قبل ما يكون فيه إسلام ولا دين ولا أي شيء، هو سبحان الله شهم بطبعه وعنده مروءة بطبعه، لكن حتى ممكن أنه يكتسب هذه الصفة. يعني من أين علمنا هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة وهو يرجف فؤاده متخوف من الايه من الذي نزل عليه، ما يعرفش ان هو ايه جبريل عليه السلام، ما يعرفش ان هذا وحي، ولم يعرف انه نبي او رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى، فهو يعني خاف ووجل من هذا الموقف. وحينما رجع الى سيدة خديجة رضي الله عنها وحكى لها الموقف، قالت له: والله لن يخزيك الله ابدا، اللي هو ايه اللي احنا قلنا عليه من قبل، صنائع المعروف تقي مصارع عليه سوء. دايما خد بالك ان الانسان الذي يصنع المعروف ويتعامل بالمعروف مع الناس، هذا حتى ولو وقع في كربة من الكربات سيجد لها مخرج وفرج من الله سبحانه وتعالى. احنا حكينا قبل ذلك حديث الثلاثة اللي هم وقعت على عليهم الصخرة على باب الغار وسدته، وكيف أنهم حينما لجأ الله سبحانه وتعالى فرج الله سبحانه وتعالى من الكربة التي نزلت به. فصاحب الخير لا يقع، ولو وقع يجد متكئا، يعني يجد من إيه من يأخذ بيده. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والإيه والمهلكات والآفات والمهلكة. نحن يعني ما فيش أي نوع من أي نعم، نحن نعيش في دولة أوروبية ودولة متقدمة وكل هذه المزايا فيش مشكلة، بس هل يوجد أي نوع من أنواع الضمانات في الحياة؟ ممكن أنت اليوم في العمل، أنت في إيطاليا برضو ما أنتش في دولة، يعني ممكن غدا أقول لك لا أنا فيش عمل، صح ولا لا؟ صاحب العمل، لا دعك من هذا، خلي في عمل. اليوم أنت صحيح غدا مريض، يعني طب ما احنا سمعنا وناس كثير يقول لك سبحان الله ده كان زي كان ما شاء الله، بس ليس هذا وذاك، انت سبحان الله ماشي في الطريق في امان الله، اصابتك حادثه سيئه، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه للجميع. مثلا اولادك، زوجتك، سيارتك، ما فيش اي نوع من انواع الضمانات في الحياه، لكن الانسان يؤمن على نفسه بامثال هذه الامور، ليه صناع الايه المعروف بالمروءة والشهامة مع عباد الله. ولذلك السيدة خديجة قالت للرسول: والله لن يخزيك الله أبدا، يعني كأنها تقول له: لا تقلق، لا تخف ولا تحزن، مش معقول يعني ده حتى قبل ما يبقى فيه إسلام وقبل ما يكون فيه دين. طب لماذا قالت له هذا الكلام؟ قالت له: إنك لتصل الرحم، يعني احنا يعني لا نرى منك شيئا سيئا، أنت بتصل الرحم وتحمل الكلب، كل هو الإنسان اللي هو إيه لا يستطيع الكسب، يعني أنت تعينه، إنسان ضعيف وسبحان الله فيه الناس. الله سبحانه وتعالى أعطاه المقدرة البدنية والمقدرة الفكرية، تستطيع كسب المال والآخر، إنسان آخر هكذا مسكين يعني ما، وتكسب المعدوم، إنسان برضو ليس عنده، فأنت إيه أنت تعينه. يعني شوف كلها صفات الرسول صلى الله عليه وسلم إيه فيها المروءة والشهامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر.
يعني لو إنسان أصابته نائبة من نوائب الضهر أو مصيبة من المصائب، يعني نائبة من مصيبة أو حادثة أو ابتلاء ولا شيء، فأنت تعينه على نوائب الإيه؟ على نوائب الضهر، تعينه وتقف وتقف بجانبه، فلن يخزيك الله. فأي إنسان، أي إنسان سبحان الله، وربما تجد هذا من أبيك، يعني أنت في ناس ممكن إنسان يكون جالس معنا هو نفسه، أو أقول لك والله فعلا أنا أبي كان يفعل كذا وكذا مع الناس، وسبحان الله يعني ختم الله سبحانه وتعالى بخاتمة حسنة، وربما يكون جدك وأبوك حكى لك هذه المواقف عن جدك وهكذا. يعني طبعا موضوع الشهادة والمرافق هو في الأساس يعني في الإنسان العربي بطبعه، الإنسان العربي الأصيل مش العربي الحالي، بس العربي حتى العربي الحالي طبعا له يعني له جذور حتى في الجينات العربية على الأقل، فيعني تجد هذا الطبع طبع، لكن للأسف الشديد تجد بعض الناس ربما يعني يظن أن هذا الأمر أن الناس يعني دائما يلجؤون إليه أو دائما كذا أو كذا، أو اكتسب بعض الخصال اللي هي عملية اللؤم من غير المسلمين. طبعا طبعا احنا عارفين ان لا يعني ممكن انسان غير العرب او غير المسلم ما عندوش، هو في كثير من ممكن تلاقي عنده هذه الصفه، بس كثير من الناس لا تجد عندهم هذا الامر، يقول لك نفسي نفسي فقط يعني ما. لكن المسلم بطبيعته او العربي بطبيعته تربى على موضوع الشهامه وموضوع المروءه وعدم التخلي عمن لجأ اليه، وتأكد أن هذا الأمر من أنواع الضمانات أو من أنواع التأمينات. طبعا أنت بتدفع تأمين للسيارة بتدفع تأمين كذا كذا، بس من أهم التأمينات في حياتك في أمور كده أنت حينما تقوم بها تؤمن على حياتك، منها مثلا هذا الصنائع المعروف، ومنها يعني ما نتحدث عنه فيما بعد بمشيئة الله سبحانه وتعالى بتفصيل موضوع برك بأبيك، لأن برك بأبيك وأمك الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فأنت تبر بأبيك وأمك اليوم وغدا إيه؟ يبرك أبناؤك، يعني ده نوع برضو من الإيه؟ من التأمين المستقبلي لحياتك. يعني ما لا تقلق طالما أنك أنت الحمد لله مؤمن هذا الجانب، فإن شاء الله في المستقبل برضو ستكون إيه؟ كما أنت مع أبيك وأمك وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى تفضل بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يجعل قرآننا ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة إلا أسترتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طبعا كما يعني هو